طبعا هتسألوني والجواب موجود جوه الصينية. دي مكونات بطاطس وبصل شرايح وفلفل ألوان أصفر وأحمر وكعبات طماطم والبهارات، والتجهيزة دي كلها أكيد معمولة لسبب هنعرفه من سكرة جوار السويس الشيف سكرة. صباح الفل يا سكرة. يا صباح السعادة والسكر الزيادة على أحلى متابعين قناة جوار السويس كالعادة. حبيب عم أحمد، الصينية الجميلة دي هتعمل بيها إيه؟ هنعمل بيها الهامور والكشري الفوانيس دوت. كشري هيشيو هيتحط كده في الصينيه كده عمال. لا طلع لي كده وريني التشريحه بتاعتك الاول. التشريحه اهي. بصوا يا جماعه، عشان يتخللها الصوص بتاع الخلطه دي، هو فاتح ده عشان ما تاخدش وقت في السوا، في نفس الوقت التسبيكه والمكونات دي تخش جوه ايه، جوه سمك الهامور الفوانيس. تمام. هتبقى طبعا الله. بصوا يا جماعه الطريقه، نقلبهم كده عم احمد يبص تتبيله، ويبقى يغزغزها بالمكونات من داخل الشرايح. بتسميها ايه دي بقى؟ ني في ني ولا بتسميها دي كده هتستوى ني في ني يا عم احمد، ولا احط لها صلصه ولا احط لها كريم، هي شويه ميه وعلى البوتاجاز، والميه بتاعت السمكيه والخضره هتنزل، يبقى هي ميتها على قدها. بيحشيها يا جماعه بالكلام الحلو ده، ويبدا حبيبي عم احمد الحمد لله، ويبدا هتنزلها على البوتاجاز الاول على الهادي. ايوه على البوتاجاز الهادي، وبعد كده تاخد ايه تشويحه على الفرنه، وش تلميع كده. تمام كده يا جماعه. تقريبا دول كيلو او كيلو ونص. تقريبا بنقول المقدرات، ونص كيلو بطاطس او اقل. ثلاث حبات بطاطس كده، وفي حبايه فلفل الوان، وحبايه فلفل اخضر وقرن اخضر وقرن احمر، والتوابل قولها. التوابل الطبيعيه العاديه، كزبره وكمون، كزبره كمون فلفل اسود. ايوه اللهم صل على النبي، ونص معلقه الثوم وحبه الملح. يلا بينا. يلا بينا. حاجه حطيتها مقدار الميه البسيطه دي يا جماعه، يا دوب ما يغطيش ما تغطيش السمك. لا صح كده، تغطي البطاطس. ماشي تغطي البطاطس. أيوة. ماشي، لكن السمكايه سيبها تاخد بخارها. جميل جميل. بس يلا على النار. على النار. هات الحراره حسين، تبدا تغطيها. نغطيها ونولع عليها. الالومنيوم برضه يا جماعه، وهتعلي النار عليها ولا وسط؟ وسط. يبدا يعلي. ايوه شغل النار على الوسط. تاخد قد ايه باذن الله تعالى؟ يعني ربع ساعه باذن الله. نعم ربع ساعه. ربع ساعه على النار الوسط دي، ونتابع بعد كده. اختار السمك بتاعنا اللي في الصينيه يا شيف. هنبص عليه دلوقتي يا محمود ونشوفه. بسم الله. دي عباره عن ثوم، وشفنا الثوم. احنا عاوزين ندور على البطاطس. البطاطس عشان طبعا هو الراجل قال بطاطس قليله عايزها، مش عايز كتير. عايزنا كده يا عم احمد. بس كده تمام علامه الجوده. على ما اظن هتديها وش بس تحمير. بالظبط كده يا عم احمد. في الشوايه. الشوايه وكده دي خلصت. مظبوطه ملح، مظبوطه كله. تمام تمام. بعد ما طلعنا الصينيه من على البوتاجاز حطيناها على الجريل عشان نلاحظ شيف سكره اللي فيها بتاعت. شويه ميه صغيره كده زياده كده بقى سوس كده عم كده. تمام. هندخلها على كده بالسرعة على العين العلويه. مفيش تيالي ثلاث دقايق صح كده؟ بالظبط دقيقتين ثلاثه عم احمد. تمام. قبل كده عامل صينيه جمبري بالخلطه الجميله، برضه هندخلها الفرن ان شاء الله. طبعا حطت مارينيه زياده تاكيد ان الطعم بتاع اللحم ياخد الطعم، التمليحه تكون مظبوطه. ونرجع تاني نحطها في الفرن تكمل تسويه تحمير الوش فقط. فين السمك الكشري الفانوس؟ هاتها لي على البوتاجاز كده يا جماعة. الطبق النهائي اللي هيتقدم سفرة لسمك الكشري الفانوس بالبطاطس بفلفل الألوان بمزيد من الطرق المختلفة للطهي.
كده مع بعض بالبطاطس بتعبئة للسفرة الجاهزة. اتفضل يا شيف. طبعا معها بطاطستين مع مش كده بس نوزع السمك الاول صح؟ ايوه عمار. مع تحيات الشيف سكرة حبيب عم احمد، تحياتي ليك.